عليكم. ده هيكون فيديو رقم 9 في سلسلة فيديوهات شرح كورس فورت انلايزر فيرجن 7.2.5. طيب مكملين برضك في الكونفيجريشن بتاعت اللاب بتاعنا. دلوقتي في الفيديو ده هنبتدي ان احنا نعمل كونفيجريشن للويندوز سيرفر بتاعنا، ونبتدي ان احنا نقوم عليه اكتف دايركتري عشان نبتدي ان احنا نربط ال ده مع الفورت انلايزر بتاعنا. طيب نعمل الموضوع ده ازاي؟ يعني انا مش هفترض ان كل الناس عارفة ازاي تعمل كونفيجر لاكتف دايركتري، فممكن نعمله مع بعض. طيب لو بصينا اللي احنا عندنا الحته الجزء ده، الجزء ده هي شبكه واخده 192.168.100.0/24. الويندوز سيرفر هياخد 100.100، عندنا الانترفيس دي بتاعه فوتي هتبقى الجيت واي، فهتبقى 100.1. ونبتدي كده نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. مبدئيا اول حاجه هنخش على السيرفر ونبتدي اللي احنا نديله اي بي. فش بس كده، وبعدين نبتدي ان احنا نخش على النتورك. سوري، 100. شوف احنا هنديله كام، هنديله 100.100. جيت واي بتاعه، سوري، الجيتوي بتاعه هيبقى اللي هو الفاير وول. ماشي، ممكن نديله سوري دي ان اس، هنا هنخليه هيبقى هو الدي ان اس بتاع نفسه. ممكن نخلي الترناتيف الترنيت 8. اوكي. طيب برضك محتاجين ان احنا نقفل الفاير وول عليه. تمام كده، فين الفاير وول؟ ادينا له اي بي. طيب ممكن اللي احنا نبتدي ان شاء الله نبدا على طول في الكونفيجريشن بتاعتنا بتاعه الاكتيف دايركتري او الدومين كنترولر. طيب هنخش هنا وبعدين اد رول اند فيتشر، تجمع بس كده، نيكست نيكست. ده السيرفر بتاعنا فعلا 100. بعدين اقول له نيكست. هو والله انا محتاج اكتف دايركتري اند دومين سيرفيس. يعني مش هنعمل حاجة تانية، نيكست نيكست استات لو هو محتاج تستول. طيب عبال ما يخلص، تعالى بقى اللي احنا نكونفيجر الانترفيس دي على الفاير وول عشان تبقى الجيت واي. هتخليها انترفيس 6، هتبقى 100.1. هنيجي هنا على الفايروول بتاعنا، ونيجي هنا على النتورك بتاعتنا وانترفيس 6، خلينا نسميها مثلا تبقى مثلا لان، ونسميها دي ام زي اللي هيكون فيها الفايروول ويكون فيها الانالايزر. ممكن نفعل عليها البنج مش اكتر، مش محتاجين عليها اي حاجه تانية. طب محتاجين ان احنا نطلع الانترفيس دي نت عشان لما نضيف فيها الانالايزر، او الانالايزر هيجي من عليها، فمحتاجين ان احنا نطلعها نت قدام يعني. طيب نقول له كرييت انترفيس، او ممكن لو احنا عندنا هنا انترفيس خلاص احنا عندنا الانترفيس دي اصلا طالعه نت، فممكن نطلع معاها الانترفيس التانية كمان. فنقول له هنا مفيش مالتيبل انترفيس، ممكن نفعل مالتيبل انترفيس عشان بس احنا في الاخر عندنا 6 بس. الفورت جيت اللي هي الفيرشوال، اللي هي الترايل اديشن بتبقى 6، مسموح لك ب6 بوليسي بس، فاحنا عايزين نقلل عدد البوليسي على قد ما احنا نقدر. فممكن اللي احنا نحط الانترفيس الثانيه هنا، بس محتاجين ان احنا نخش على سيستم على فيتشر فيزابيليتي ونفعل مالتيبل انترفيس او مالتيبل بوليسي، اهي مالتيبل انترفيس بوليسيز. وبعدين نيجي هنا على فاير وول بوليسي، ثم نيجي هنا في البوليسي دي
ونقول له ايديت، ونقول له كمان حط لنا معاها الدي ام زي، خلاص كده بوليسي او السيرفر بتاعنا ممكن يطلع نت عادي. ونرجع هنا تاني، تمام هو شغال. ممكن نوقف الفيديو عشان ما يطولش، بس ممكن خلاص هو خلص، ممكن ندوس بيراميدز السيرفر تو ممكن طوله، او ممكن نعمل كلوز ونجيبها من هنا ونقول له بيراميدز السيرفر. نبتدي نختار اسم الدومين بتاعنا، بس احنا هنسميه ماين سيت دوت لوكال. نبتدي طبعا احنا هن اد نيو فورست، سوري ماين سيت دوت لوكال، واقول له نيكست. عملنا ال restore mode password، بعدين الانستول هيخلص ويستر ويقوم بعديها. نوقف بس الفيديو. كده السيرفر عامل ريستارت، ممكن نرجع كده تاني. بس الباسورد، ممكن الباسورد اكسباير، ممكن نغيره. ماشي كده ده السيرفر بتاعنا. كنا محتاجينه بس احنا نكريت 3 او 4 يوزر عشان نبتدي ان احنا نعمل بيهم اف اس او، او هنعمل بيهم الداب اوثنتيكيشن او كده، عشان بس يبتدي يجي لنا. زي ما قلنا احنا في الاخر الهدف من فورت الازر ان احنا نلم كل انواع اللوجز ونبتدي نقرا كل انواع اللوجز. فانا عايز اللي هو يبقى عندنا اس دي وان لوجز، اف اس او لوجز، ال دب لوجز، كل انواع اللوجز نبتدي اللي احنا نبص عليها في فورت انالايزر عشان نكنترول احنا ممكن نشوف ايه وممكن ما نشوفش ايه. فدي الهدف من اللي انا بحاول ان انا ادخل كل التكنولوجي اللي تبتدي فورت جيت يتريجر من خلالها لوج، فاللوجز دي تبتدي تظهر في الفورت انالايزر. وبرضك بتعامل اللي في ناس كتير قوي مش عارفه ويندوز سيرفر، في ناس ما تقدرش اللي هي تنستول ويندوز سيرفر، في ناس ما تقدرش اللي هي تكريت يوزر، فتبقى كل حاجه موجوده عشان بس يعني تبقى الموضوع اسهل. يعني بنحاول ان احنا نتلاشى الاخطاء اللي احنا عملناها في كورس الفورت جيت، فبنحاول ان احنا الموضوع يكون منظم اكتر. كل اللي هنعمله بس هنعمل هنا او يو، سمي واحده للاتش ار، والموضوع زي ما قلنا منظم شكليا على الاقل. ونكريت واحده تانية مثلا الاي سوري نكريت او يو تانية للاي تي، يعني مش هنكتر اكتر من كده، كفايه. وبعدين نبتدي اللي احنا نكريت جواهم يوزرز، نيو يوزر اي تي هيخش برضك باي تي، ماشي. ممكن برضك نعمل جروب نسميه اي تي ونضيف فيه اليوزر اللي اسمه اي تي عشان لو هنسحب جروب. انا ممكن نسحب يعني بيقول لك في جروب اسمه اي تي، ممكن نسميه اي تي جي يعني اي تي جروب، ماشي. نبتدي ان احنا نضيف فيه اليوزر ده، نخش هنا على الجروب ونقول له الممبر بتوعك اد اليوزر اللي اسمه اي تي تشيك، هيجيب لك هو ده، اقول له اوكي
خلاص نيجي في الاتش ار نعمل نفس، اوه انا عكست الاتش ار في الاي تي والاي تي في الاتش ار. ماشي ممكن نينيم، يعني ممكن نينيم نسمي دي اي تي او يو، ونسمي دي اتش ار او يو. بعدين نبتدي اللي احنا نخش نقول له احنا عايزين يوزر هنا، اليوزر ده هنسميه اتش ار، هيلوجن ب اتش ار، نكست نص بس will never expire، كانت مش هيبقى disable. وبعدين اوكي اوكي وبرضك نكريت جروب، الجروب ده هنسميه HR HR G as a group next. وممكن نضيف بقى في ال HR بتاعنا، ونيجي هنا على member add HR check. تمام اوكي اوكي تمام، يبقى احنا كده عملنا الدومين بتاعنا، كريتنا يوزرز، كريتنا جروب، الدنيا تمام، كريتنا البوليسي اللي تطلع نت. برضك نتشيك الجهاز او السيرفر هيطلع معاه نت ولا لا. خلاص الجهاز كمان طلع نت، الدنيا تمام، الدنيا مفيش فيها اي مشكله. فاحنا كده عملنا كونفيجر للويندوز سيرفر، عملنا كونفيجر للانترفيس بتاعت الفاير وول، الدنيا بالنسبه لنا تمام. اكيد طبعا الاجهزه دي تقدر تشوفه، بس خلينا لما نيجي نربط الاجهزه دي بالويندوز سيرفر ان شاء الله نبقى نتست الحته دي ونشوف لو فيها مشاكل نحلها مع بعض. كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، لو في اي مشكله ممكن تتواصلوا معايا من خلال اي لينك من اللينكات دي. السلام عليكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.